ارتحل طيفا عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كاتبة الإقليمية بسلا. جينا اليوم في إطار الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لمساندات التنسيقية الوطنية للبقسيين والمقصيات خارج السلام، فإذا بينا نفاجأ بمنع السلطات نظرا لظروف الجائحة والطوارئ. وأنا الآن من هنا من هذا المنبر ديالكم كنحمل المسؤولية للسيد وزير سعيد أمزازي لأنه قافل باب الحوار على النقابات، الشيء الذي يؤدي إلى الاحتقان واللجوء للشارع بدل اللجوء إلى طاولة الحوار نلجأ إلى الشارع. ونتمنى أننا هذا النضال ديالنا وهذا يوصل الصوت ديالنا سعيد أمزازي ويحل الملف المطلبي ديالنا إن شاء الله في أقرب الأوقات. معالي الصالحي عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم. هذه الوقفة ديال اليوم هي محطة احتجاجية لتجهيز بعد مجموعة المحطات الاحتجاجية اللي تنطالبوا فيها بالإنصاف ديال هذه الفئة اللي هي فئة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحق الاقتصاد والإدارة بما فيهم المتقاعدين. هذه الفئة اللي هي تتعاني من واحد التهميش ومن الإقصاء ديالها من واحد الحق اللي مشروع اللي هو الحق في خارج السلم. المحطة ديال اليوم محطة 4 فبراير هي كانت على شكل إضراب مصحوب بوقفات احتجاجية وطنية على صعيد المديريات الإقليمية. حنا الآن متواجدين بمديرية الإقليمية لسالة، جينا باش نلبيو هاد النداء ديال التنسيقية وباش نزيدو نوصلو الصوت ديالنا اللي هو أصلا صوت تنأكدوها وتنعاودوها ديال واحد الحق اللي مشروع. تفاجئنا بقرار ديال المنع ديال الوقفه الاحتجاجيه نظرا للظرفيه الوبائيه. نحن نقدر هذه الظرفيه الوبائيه، نقدر ما تمر به البلاد، التزمنا القرار ديال المنع، دونك تم المنع ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه. ولكن تنتمناو ومن المفروض، ماشي غير تنتمناو، من المفروض انه كيف ما فينا حنا هذا الحزب الوطني انه الوزاره المعنيه والدوله تلتزم بما تم الاتفاق عليه، لانه اصلا هذه النقطه ديال خارج السلم هي واحد النقطه اللي محسوم فيها وسبق تطرق لها وتم الاتفاق عليها، دونك هي قضيه اجراءات اتفاق. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع اصحابكم.